اهلا وسهلا ومرحبا. اليوم بعطيك معلومه قويه جدا يا جماعه، لا تسوف. ترى الناس يستهترون بالكلمه هذه، لكن وجل لله انها من اقوى العبارات اللي تطلعك ناجح ناجح ولا فاشل فاشل. ايش معنى لا تسوف؟ يعني عندي موضوع متاجل في محكمه، روح تابع الموضوع، ما تقدر يدفع فلوس وعط واحد يعقبها. تلاقي المحكمه لو خلص صكك هذا، كان ارضك اللي ما تسوى الحين 5000 كان تسوى 5 مليون، لكنك سوفت فخسرت 5 مليون، 5 مليون هذه كان ممكن تعيشك ملك انت واولادك انت قبل الساعه. فهمت الفكره؟ لا تسوف في العلم، لا تسوف في علاقه، لا تسوف في زياره، لا تسوف في موضوع عام، لا تسوف في قراءه، لا تسوف في موضوع خاص، لا تسوف حتى في مقاضي البيت، لا تسوف في تعبئه البنزين. يعني مثلا اذكر مره من المرات كان التانكي عندي واصل الربع وانا مسافر وماشي على خط الساحل، والسياره كانت من النوع اللي يتعبى ديزل. سوفت، قلت ما احصل محطه قدام، انا خارج من جده وفي محطات يمين ويسار وانا خارج، قلت يا ولد ابغى التانك يفضى تمام على اساس وامشي. ما حصلت محطات، وحصلت محطه ما لقيت عندها ديزل، وحصلت محطه بعدها ما فيها ديزل، عضيت اصابع الندم حتى توقفت السياره تماما. فندمت ندما شديدا اني سوفت التعبئه، مع ان كان هدفي صالح ان التانك يفضى عشان اعبي فل عشان يوصلني المدينه اللي ابغى اوصل لها. هذه التسويفه اعطتني درس. مره من المرات كنت في بيت صغير كذا ومقفل غرفة، في ساكن في احدى البلاد وكان معي مفتاح وما عرفت افتح الباب، فتحت كذا فتح المفتاح مال، يوم مال صار في شرخ بسيط، فاهملت انا يعني كذا، فصرت ادف الباب كذا وكتفي وافتح ادف وافتح. المهم انا داخل يوم كنت نايم ومقفل، فدفيت الباب وافتح انكسر المفتاح داخل، لاني سوفت اني اجي نص على المفتاح نص على مده اسبوع. يوم قفل علي داخل ما في طاقه، ما في اي شيء، ما في احد جلست زي السجن، لا اعرف افتح، لا اعرف احد في المكان ذاك. كان في فتح الباب كذا، اتكلم اللي مارين ما في احد مار. يعني قمه الدرس اللي اخذته في حياتي انك لا تسوف حتى لو كنت في بلد غريب، لا تسوف في اي موضوع. المهم قعدت افكر كذا، ستر الله اني حصل سكين، فاخذ السكين وادخلها في الكيلون اللي فيه المفتاح المكسور، والف 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 وكذا فتح. حمدت الله انه انفتح، وقلت بكذا قلت بكذا حتى طلعت المفتاح المكسور، ورحت بالمفتاح المكسور هذا بحثت في جوجل محل مفاتيح، ومباشره حصلت محل مفاتيح وقصيت لي نسخه من المفاتيح، وما هو واحد، اخذت ثلاثه، حطيت واحد كذا مسوس في المكان الفلاني واحد السياره وواحد معي عشان لو انكسر ولا شيء يبقى عندي احتياطات وافره. ولذلك اكبر نصيحه اقدمها لاي انسان على وجه الارض، لا تسوف، لا تسوف بطاقة أحوال، لا تسوف رخصة، لا تسوف تأمين. لو سوفت التأمين يوم واحد وصار عليك حادث ومات معك واحد دفعت 300,000. لا تسوف، لا تسوف، هذه أكبر نصيحة أقدمها لك في حياتك، ويمكن أعتبرها أكبر نصيحة قدمتها لأي إنسان على وجه الأرض. وجزاكم الله خير.